صباح الخير مشاهدينا من جديد، واهلا بكم لهذه الحلقه من كلام بيروت. التطورات الامنيه في لبنان لا سيما في مدينه طرابلس وايضا في العاصمه بيروت، اضافه الى ملفي سوريا وايران في صداره صحف بيروت والمنطقه والتي تصدر اليوم عبر المواقع الالكترونيه، طبعا لغياب الصحف بسبب عطله عيد الاضحى. نواكب هذه المواضيع وغيرها على الصعيد الداخلي مع المحامي طارق شندب وهو ايضا استاذ في القانون. صباح الخير من جديد استاذ طارق. صباح الخير. رح نبدأ الحلقة بموضوع طرابلس بعد موضوع التفجيرين والتحقيقات وما طلع بالتحقيقات. هذه التحقيقات مستمرة، ولكن الأمن في طرابلس اليوم هو الذي يأخذ الحيز من كل القيادات الأمنية وأيضا السياسية إذا بدنا نقول الموجودة بالمدينة، ويأخذ الاتصالات على صعيد لبنان ككل. اليوم كان هناك كلام عن خطة أمنية بطرابلس، إلى حد الآن نفذت ما نفذت ويبدو دون الكثير من العراقيل، شو بتقول؟ أول شيء بدي أقول لك كل عام وأنت بخير، وعيدك وعيد كل اللبنانيين، وإن شاء الله العيد الجاي بنعاد بيكون لبنان بوضع أفضل من اللي هو نحن فيه اليوم. نعم. بموضوع الخطة الأمنية اللي طرحت من أجل موضوع طرابلس، الكل يدرك أن هذه الخطة يعني باتت بحكم الفاشلة بسبب ما يعتريها من تنفيذ على أرض الواقع. المشكلة هي ليست في وجود خطة أمنية أو عدم وجود خطة أمنية، المشكلة في لبنان هي عدم تطبيق القانون، هي الحمايات التي تتمتع بها المطلوبين من حمايات سياسية ومذهبية وطائفية وارتباطات. نحن نعرف أنه المشكلة بدأت بلبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، هناك مطلوبين للمحكمة الخاصة بلبنان لم يتم تسليمهم، هناك استعمال للسلاح تم في 7 أيار 2008 في بيروت، لم يتحرك القضاء ولم تتحرك القوى الأمنية لمجابهة هذا الاستعمال للسلاح ومخالفة القانون والدستور، هناك استعمال للسلاح في سوريا من قبل أطراف لبنانية ومحاولة توريط لبنان، هناك جرائم ترتكب في سوريا من قبل أطراف لبنانيين، هناك فلتان أمني في طرابلس من قبل بعض العصابات المدعومة سياسيا من أطراف النظام الحاكم في سوريا، لا يجرؤ للأسف القوى الأمنية أو القوى القضائية على العمل على توقيفها. أي خطة أمنية لن تكون موضع نجاح في طرابلس إذا لم يتم تطبيق القانون، القبض على المجرمين، ما حدث في طرابلس من تفجير واستهداف لمسجدي السلام والتقوى، بينت التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات عن تورط عدد من الأشخاص، تم إلقاء القبض على البعض منهم، قامت الدنيا ولم تقعد، تم اتهام شعبة المعلومات وكأن المطلوب أن يكون الفارين والمجرمين هم في رعاية سياسية وقضائية، ولكن أعتقد أنه عندما نطبق القانون جيدا، عندما يتم جلب كل المتورطين في كل الأحداث التي ضربت لبنان، عند ذلك نكون أمام خطة أمنية ناجحة على مستوى لبنان وليس على مستوى طرابلس. يعني أستاذ طارق شملت كل مشاكل لبنان بدقيقة، من 2005 لهلأ موضوع الأجهزة الأمنية مش لحالة قادرة تطبق القانون، ما في مؤسسات في دولة، اليوم نحن معنا حكومة، يعني كل هذه القضايا الدولة أو المعنيين عم بيحاولوا بما تيسر لحتى يمشوا الحال. يعني تم تنفيذ الخطة الأمنية بالضاحية الجنوبية ويبدو أنها نجحت إلى حد ما بالتنسيق مع حزب الله طبعا، يعني بطرابلس مع من ستنسق الأجهزة الأمنية؟ يعني الأجهزة الأمنية في طرابلس كم طرف فيه بطرابلس من الكل؟ أكل بصراحة يعني طرابلس سياسيا هي محسوبة على فريق 14 من آذار، هيك جزأت الانتخابات النيابية وأثبتت ذلك. هذه من كم سنة؟ من 2009 هلأ حتى الآن هناك تغطية كاملة من كل الأطراف السياسية الداعمة أو المؤيدة لـ 14 آذار لقيام سلطة حقيقية وإعطاء الضوء الأخضر للقوى الأمنية والقضائية القيام بواجبها. أوكي. من الذي ولكن هناك فريق أو عصابات تتمتع بحمايات من قبل فريق 8 آذار، هي من تطلق الرصاص على أهل طرابلس، هي من تطلق الصواريخ على أهل طرابلس، هي من تقوم بأعمال القنص، هي من قامت بتفجير مسجدي السلام والتقوى، وتتمتع بحماية معنوية نتيجة للوضع السياسي الموجود في لبنان وللوضع الذي أكيد حضرتك ما عم تحكي عن الطائفة العلوية، لا عم تحكي عن الحزب العربي
الديمقراطي إيه؟ الذي يقوم، نحن لا نريد أن نشمل كل العلويين نعم. أبدا، نحن نتهم فقط المتورطين والمجرمين من أي مذهب أو طائفة انتموا إليها. ولكن أود أن أذكر هنا يعني القضاء، لو كان القضاء اللبناني أو بعض القضاء يقوم بواجبه لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. بمعنى ما هي هل لو كلمة اللو ما هو تنسحب يعني على يعني الكثير من القضايا، يعني ما هو واجب القاضي؟ ما هي واجب القوى الأمنية؟ هل هي مطلوب منها أن تأخذ إذنا للقيام بواجبها؟ إذا كان مطلوب إذن للقيام بواجبها فلتعد، يعني ما عادت سلطة قضائية وما عادت سلطة أمنية. المدعو رفعت عيد عليه أكثر من 10 دعاوى جنائية أمام القضاء وهي نائمة في الأدراج منذ أكثر من 3 سنوات. مئات الشهداء سقطوا في طرابلس نتيجة للقصف الذي مورس من باع المحسن باتجاه طرابلس. لكن كان في رد من باب التباني. أنا مش عم بقول ما في رد، بس عم بقول أنه هناك البارحة من حوالي يومين شعبت المعلومات ألقت القبض على أحد المتورطين بأهم تفجيرا في طرابلس. بس هذا التقوى والسلام، يعني بدك أكثر. وقالوا في مجموعة من 7 أشخاص ينتمون إلى هذا الحزب. صحيح. ولكن أستاذ عيد بيقول أنه هو مستعد، يعني في حال التحقيقات أثبتت التورط أحد العناصر، ولكن يبدو أنه أنا مش عم بوصل معك لون. قبل هاي المرحلة مجرد ما ألقي القبض على هؤلاء الشخصين من أو 3 أشخاص من منطقة جبل محسن، بدأ إطلاق القذائف باتجاه طرابلس. نعم. بدأت أعمال القنص، بدأ التهديد، التوتر بدأ التهديد العلني من قبل المدعو رفعت عيد لشعبة المعلومات واللي هو أحد أجهزة الدولة، وأنه سوف يحرق طرابلس وكذا. بيطالب بإيقاء يعني بحل الشعب. لا يعني مسخرة ما بعدها مسخرة. طيب أين الدولة؟ أين الأجهزة الأمنية؟ طيب هيدي منها من ضمن الخطة الطرابلسية، الخطة الأمنية لطرابلس، فلتقوم الدولة والأجهزة الأمنية بواجبها. يعني أنا بتأسف عندما يستقبل بعض القضاة وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص اللي هو رفعت عيد وهو متورط بقتل دماء الطرابلسيين واللبنانيين. الخطة الأمنية لن تنجح بطرابلس إلا إذا أعطي الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية للقيام بواجبها، وإذا تحرر القضاء اللبناني من التبعية السياسية. عندما يخاف القاضي من اتخاذ القرار القانوني الصحيح فعندها نكون أمام مشروع قيام دولة وأمام مشروع نجاح الخطة الأمنية في طرابلس. أما عندما يتحجج بعض القضاة وبعض الأمنيين بأن هذا المدعو رفعت عيد أو غيره لا نستطيع أن نقوم بجلبهم إلى العدالة وهم متهمون أو متورطون، فنحن لن نكون أمام خطة أمنية نجاح في طرابلس. المشكلة في طرابلس هي هذه البؤرة العصابة فقط التي تقوم بمخالفة القوانين وتعتدي على أهل طرابلس. وبالطبع موضوع السلاح هذا هو. ولكن أستاذ رفعت عيد بيقول لك أنه صور بشار الأسد قريبا سترفع، وبالتالي في حال تحرك القضاء اللبناني أو الدولة اللبنانية يجب الاتصال بالنظام السوري لحل هذا الأمر. يعني نحن صور بشار الأسد ما حيترفع ولن ترفع بعد اليوم في طرابلس، وبعتقد أنه حضرة اللواء أشرف فريفي كان رد صاعق وفي مكانه. نعم. على ما ذكره هذا المدعو. نعم. في أي حال إلى جانب موضوع الخطة الأمنية، هناك تحرك للفعاليات والقيادات السياسية بمدينة طرابلس وتحت عنوان خلوة وطنية في لبنان لإعادة جمع أبناء المدينة ونبذ العنف والخلافات المذهبية. جريدة الشرق الأوسط تقول تأخذ عاصمة الشمال حيزا مهما من الجهود السياسية والدينية في لبنان للحد قدر الإمكان من أي انفجار أمني قد يقع بين لحظة وأخرى في ظل المستجدات القضائية التي حصلت بشأن التفجيرات بمسجدي السلام والتقوى بآب الماضي. وفي هذا الإطار كشف عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش عن خلوة وطنية يتم العمل يعني عليها في طرابلس بإدارة ورعاية من 14 دار تكون جامعة وشاملة بتوجيهات المفتي الشيخ مالك الشعار، وأنه كل الفئات الموجودة بطرابلس على اختلاف انتماءاتها حتكون حتشارك في هذه الخلوة. بتشوف يعني هذه الخلوة اليوم مرادف أو بالتزامن في حال حصل خطة أمنية قد تنقذ المدينة وأهل المدينة الأهم؟ يعني الفريق اللي بيمثله فريق 14 أدار والمفتي الشعار والكل هم مؤيدين. نعم. لأي عمل تقوم به السلطات اللبنانية ولأي خطة أمنية لحماية طرابلس وأهلها من الفلتان التي يسري بها. ولكن المشكلة ليست في هذه الخلوة، لو عقدت 100 خلوة في طرابلس لن
تنجح هذه الخلوات ما دام هناك فريق هو متمثل بعصابة إرهابية تقوم بممارسة الدور الإرهابي على أهل طرابلس. يعني لو كل أهل طرابلس مجتمعين ومتفقين على هذه الخلوة وعلى إعطاء السلطة الكاملة للأجهزة الأمنية وعلى الالتزام التام بمقررات الأجهزة الأمنية والخطة الأمنية، ألا يعطي هذا قرار؟ هذا قد يعطي تغطية من نوع من التغطية السياسية والقانون والإعلامية لقيام الأجهزة الأمنية بواجبها، ولكن المشكلة ليست هي في عقد خلوة أو عدم عقد هذه الخلوة، المشكلة هي في مدى تجاوب الفريق الذي كل مرة يقوم بتنفيذ تعليمات النظام السوري ضد أهل طرابلس وتحريك الفتنة. نعم. المطلوب من هذه الخلوة أن تكون لديها قرارات بدعم والطلب من السلطات القضائية والأمنية بردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على أمن البلد، بتوقيف كل المتورطين بأحداث تفجيري مسجد السلام والتقوى، وكل المتورطين بأي حدث أمني. أجزم لك أن هناك التزام تام من كل أبناء البلد على دعم أي خطة أمنية في طرابلس، ولكن المشكلة ليست في أبناء طرابلس، المشكلة هي في تلك العصابة التي تمارس الإرهاب على أهل طرابلس. ولكن هذا يرتبط بتطورات في سوريا، في حال بقي النظام يبقى الحزب العربي قويا في مدينة يعني طرابلس. نحن هل نعيش في دولة أو في مزرعة؟ ما هو في واقع ما فيك تهرب منه، ما عم بفهم. في ارتباطات بالنظام، كل ما هو النظام قوي. يعني إذا كان المطلوب هو ربط الأمور كما ذكرت حضرتك، اليوم تم تفجير مسجدي السلام والتقوى وسقط مئات الشهداء، فليأخذ القضاء مسار. لا لا لا، فسقط مئات الشهداء، ليش لا يأخذ القضاء مساره في هذا المجال ولا يأخذ مساره على كشف المتورطين يعني أو توقيفهم؟ يعني أهل طرابلس في حالة غليان، بمعنى أنه إذا لم تعمد الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية على القيام بواجبها التام بتوقيف هؤلاء المتورطين بعد أن تم الكشف عنهم، وإذا استمرت أعمال رفعة عيد الإرهابية اتجاه أهل طرابلس وعصابته، قد تفلت الأمور وتؤدي إلى ما تحمد عقباه، وهذا ما يريده النظام السوري، وهذا ما يريده رفعة عيد وعصابته من تخريب الوضع في البلد. ولكن المشكلة أين؟ أنه عندما يقوم أهل طرابلس بالرد على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها تلك العصابة، يتدخل فريق أمني معين، وهو نكون صريحين الجيش، لوضع حد لتقدم المسلحين باتجاه منطقة بع المحسن. وهذا الأمر ولد احتقانا في الشارع السني أو الشارع الطرابلسي بشكل عام. يعني هذا المطلوب حماية المجرمين، يعني القرار يجب أن يكون لكل الأجهزة الأمنية، الجيش والقوى الأمنية، مع القضاء. ما فينا نحط الحق على الجيش. لا لا، مش عم نحط الحق على الجيش. نحن بده يكون القرار. لا، هو الجيش كان عم بيمنع يعني فتنة أو كذا، ولكن يجب أن تكون كل الأجهزة متعاونة لتوقيف كل المجرمين الذين يعتدون على أمن البلد. تتخوف اليوم، حكينا بالبداية أنه في حال تم اتهام أشخاص مش معناتها اتهام طائفة علوية كلها، ولكن اليوم تتخوف من أنه النظام السوري يحاول استغلال الطائفة العلوية الموجودة في لبنان من أجل تحقيق أهدافه في الداخل اللبناني؟ ليك، النظام السوري لن يتوانى عن استعمال أي فريق أو أي وسيلة لتخريب النظام والسلم الأهلي في لبنان. يعني نحن نعرف بتفجيري طرابلس هناك موقوفين مسلمين سنة وهناك موقوفين علويين، لا يجب أن نشمل كل العلويين ولا نشمل كل السنة. المجرم مجرم، لا طائفة له ولا مذهب ولا ينتمي إلى لبنان. المجرمون لهم مصلحة بالحماية باسم طوائفهم ومذاهبهم لاستمرار أعمالهم الإجرامية ولجلب حصانة لأنفسهم، ولكن على كل الطوائف والمذاهب أن تتبرأ من أي مجرم كان وأن تعتبره مجرما وتطالب وأن تقوم بتسليمه للعدالة، لأن المجرم لا طائفة له ولا مذهب. لا، لأنه اليوم في كلام تحديدا بصحيفة النهار أنه كان هناك خوف وما زال قائما من أنه انفجار الوضع الأمني في طرابلس بعد عطلة عيد الأضحى نتيجة لأي تطورات على الصعيد السوري تحديدا بمنطقة القلمون كما جاء في صحيفة النهار، وبالتالي هذا الارتباط اليوم بالمخابرات السورية والتطور الميداني في ظل وجود مجموعات متطرفة، وهذا الانقسام كما تقول 8 أدار في مجموعات متطرفة بطرابلس وبالتالي جاهزة في حال هذه الأمور يعني حصل. أنا أجزم لك أنه لا يوجد
أي مجموعات متطرفة في طرابلس، وإنما يقوم به أهالي باب التبانة أو المجموعات المسلحة هو ردة فعل، دائما هو ردة فعل على الاعتداء الذي تمارسه عصابة الحزب العربي الديمقراطي من جبل محسن باتجاه طرابلس، في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية التي تدرك وتعرف، كل الأجهزة الأمنية حتى وزير الداخلية يعرف تماما أن عصابة رفعت عيد وعصابته هي من تقوم دائما بالاعتداء على أهل طرابلس. وأكبر دليل على ما ذكرناه هو عندما اعتقلت شعبة المعلومات أحد أهم المتورطين البارحة في قضية تفجيري مسجد السلام والتقوى، قامت الدنيا ولم تقعد وبدأت أعمال القصف على طرابلس. رح نتابع معك أستاذ طارق هذا الحوار، ولكن نحن وياك رح نبقى بمدينة طرابلس، ومعنا عبر الهاتف مباشرة النائب سمير الجسر. صباح الخير حضرة النائب. صباح الخير. نعم، يمكن كنت عم تتابعنا في الحوار موضوع طرابلس، إلى أي مدى هذه الخلوة الوطنية كما وصف دكتور علوش قد تؤدي إلى قرار ما، وبالتالي الموضوع الأمني بطرابلس يتغير يعني، ونشهد خطة أمنية في طرابلس؟ لا لا، لكن الخلوة الوطنية عملية ضرورة، مش بس مشان قصة الأمن في طرابلس، كمان لتأكيد المنظور الوطني والرؤية الوطنية لقوى 14 إدارة. وطبعا ما في شك أنه هذا بيخلق نوع من حراك سياسي جديد، وبيخلق يعني كمان أجواء جديدة من المدينة. بكل الأحوال الحقيقة هلأ يمكن اللي ما يلزم طرابلس هو الخطة الأمنية التي قيل عنها الكثير، والحقيقة لم نلمس سوى بعض الحواجز الفصلة بين طرابلس والكورة أو طرابلس وقضاء صغيرتها. فنأمل إن شاء الله يعني بعد الأعياد، وسنتابع أكيد هذا الأمر ونتركه، إنه أن يكون هناك تحقيق كامل لما سمي بالخطة الأمنية. نعم، هذه الخلوة برعاية 14 أدار، ولكن الكل سيشارك فيها، كل الأطراف في مدينة طرابلس؟ طبعا ستكون إن شاء الله مفتوحة لكل الأطراف السياسية. نعم، ما في مشكلة. وهذا يعطي الأجهزة الأمنية إذا صح التعبير هذا القرار أو رفع الغطاء، وبالتالي فلتتفضل الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمنية ومعلومات باستلام الموضوع الأمني بطرابلس؟ لا لك شادي، يعني أولا هذا التحجج بأنه والله المطلوب قرار سياسي لتطبيق خطة أمنية في طرابلس، معلش يسمحوا لنا هذا كلام غير دقيق، وهذا كلام اللي الناس اللي بدها يعني يمكن أو المقصرة في واجبها واللي ما بدها تقوم بعملها. نحن الحقيقة في اجتماع السراي ب 27/9 وتلدعينا مشان قصة الخطة الأمنية، سألنا سؤال إنه هلا نحن هون اجتماعنا هو للاتفاق على تقرير خطة أمنية ولا هو للاطلاع على خطة أمنية؟ لأنه بعتقد الاتفاق على خطة أمنية ما في حدا في طرابلس يعني إلا ويرغب في خطة أمنية. وطبعا كان سبق الحقيقة مع كل أسف الكلام لمعالي وزير الداخلية بأنه يعني الأمر في الضاحية أهون، لأنه الأمر في الضاحية هو كلام نعم. مع طرف سياسي واحد، مع بطرابلس في عدة أطراف سياسية. فكان جوابنا واتفاقنا بناء الحالة اقتراح مني أنه نحن أولا ما في خلاف، وما على شيء حتى نقطع دابر هذا الكلام وهذه الحجة اللي دائما يتحجج فيها. فكل الأطراف السياسية اللي كانت موجودة وبعتقد كانوا بيمثلوا كل التوجهات السياسية، تفوض دولة رئيس الحكومة اللي هو ابن طرابلس اللي هو رئيس الحكومة بقصة القرار السياسي بالموضوع الأمني. نعم. تفضل حاجبة سيقولوا لنا أن والله في أكثر من رأي سياسي. الحقيقة بدنا نطلع بقى من هالمخولات، لأنه أنا بعتبرها مثل الشماعة اللي بده يعلي عليها الواحد قصة تقصيره، وأنه والله نحن ما عم نقدر نعملها لأنه في أكثر من رأي سياسي. نعم. انطلاقا من هذا الكلام، وفي ضوء التحقيقات الأخيرة وتورط المخابرات السورية بموضوع التفجيرات، هل تتطلب الخطة الأمنية التنسيق مع النظام السوري لتطبيق هذه الخطة؟ بدنا تنسيق مع النظام السوري مشان تطبيق خطة بقلب طرابلس؟ شو هذا الكلام هذا؟ يعني إذا كان كل واحد بده يعمل شغله بده يتجه للخطة الأمنية، دا
دور امني تقوم فيه القوات الامنيه داخل المدينه، شو بدها تنسي معك مع قوى اجنبيه؟ لكن عم بتقولوا في مجموعات لها ارتباطات بالنظام السوري، تطلق تتلاحق المجموعات اذا كان لها ارتباطات، المجموعات المتورطه بالخلل الامني بتتلاحق لايا كان ارتباطها. ما زال النظام السوري قوي وبالتالي هذه المجموعات تبقى قويه. عفوا، بما انه النظام السوري لم يسقط بعد، هذه المجموعات تبقى تعمل وتبقى قويه على على الارض. بدنا نميز بين شغلتين، في ناس يمكن لها ارتباطات سياسيه عقائديه او غير عقائديه بالخارج ومش بس بالنظام السوري. نحن مش عم نحاسب على الارتباط العادي ولا على الفكر السياسي، نحن نحاسب على العمل الامني اللي بيخل بامن البلد. اي اخلال بامن البلد ما المفروض انه يلاحق ايا كان له ارتباط او غير او ليس له ارتباط. تتخوفون من اي رد فعل بالشارع في حال التحقيقات اخذت مداها اكثر وتم الكشف عن المتورطين في تفجيري السلام والتقوى؟ انا لست متخوفا على الاطلاق. اول شيء بدي اقول لك شغله، يمكن كانت رده الفعل اللي كانت مفروض انها تظهر في البلد هي رده فعل المصاب والجريح. انا اعتقادي انه طرابلس اثبتت عن يعني شغلة مهمة جدا، يعني أولا وقت التفجيرين وبعز التفجيرين والأشلاء في الأرض والدماء على الأرض، الناس تصرفت بمنتهى الحكمة وبمنتهى المسؤولية ولم تحدث أي ردة فعل. بعدين حتى بعد إلقاء القبض على بعض أعضاء الشبكة فكمان لم يكن هناك أي ردة فعل، بالرغم من أنه في مجموعة مسلحة في جبل محسن يعني قامت تطلق النار والقنص بكل الاتجاهات يعني. فكمان لم تخضع لأي ردة فعل، فالمصاب والجريح لم يكن بأي ردة فعل. أنا بدي أقول لك شغلة، أنه بالنهاية يعني كشف الجرائم بالأدلة الدامغة ما بعتقد في واحد عنده لا جرأة أدبية ولا غير جرأة أدبية يستطيع أن يقوم بأي ردة فعل حول تطبيق القانون وتطبيق العدالة. بما أنه عم نحكي أمن وموضوع التفجيرات، المحكمة الدولية مؤخرا كان في قرار جديد، شخص خامس حبيب مرعي أيضا ينتمي إلى حزب الله. ماذا تقول عن هذه الخطوة؟ بماذا تعلق؟ ماذا أقول عن شو؟ بموضوع القرار الأخير للمحكمة الدولية عن وجود شخص خامس إلى جانب الأربعة المتورطين ينتمون إلى حزب الله. لك شغل يعني، أولا معروف قصة القرار اللي أول بالأول قالوا أنه في أربعة، دغري من وقتها قالوا أنه في يعني متورطين آخرين ولكن سيكشفوا عنهم بالتدريج أو أثناء المحاكمة. فشغلي انه لم تكن مفاجاه انه والله في شخص اضافي. لا. المعلومه الجديده اللي يمكن عرفناها ممكن تكون هي عند الناس، عند بعض الناس معروفه اكثر، انه منذ قبل الماضي انه طلبوا من الدوله اللبنانيه القاء القبض على متهم او جلبه الى المحكمه. بكل الاحوال ممكن انه يتكشف انه في ناس اخرين، من ايا كانت هؤلاء الاشخاص مفروض ان يخضعوا الى العدالة. وانا دائما بقول شغلي انه اللي منه متورط مش هو خايف. نعم، هل تتوقعون ان يعرقل هذا القرار موضوع الالتزام بالتمويل اليوم؟ لا يفترض انه يكون، يعني ما كان في قبله اربعة وجرى التمويل، يعني هلا وقت اللي بده ينعمل التمويل ما بده حجة يعني. نعم. لعمل التمويل او لرفض التمويل. نعم. يعني فوقت اللي بدهم يرفضوا بقرار سياسي، وقت اللي بدهم يقبلوا بيقبلوا بيطنشوا او بيقبلوا او يقبلوا بالسياسي. مع كل الاسف يعني منه مرتبط بعدم التمويل بانه والله لانه في مطلوب جديد. شكرا لك النائب سمير الجسر، ونتمنى لك ولاهل طرابلس كل الخير والسلام والاستقرار. شكرا. ايضا استاذ طارق، قبل ما نتوقف مع الاستراحه، هل من تعليق تحديدا من موضوع يعني قرار المحكمه الاخير؟ اولا ما بدي زيد على الكلام المعالي الوزير، انا تلميذه كنت بالمكتب. نعم. فبقول له كل عام وانت بخير معالي الوزير، هو كلامه في موقعه يعني نحن نتعلم منه. ولكن في موضوع المحكمه الخاصه بلبنان، الدوله اللبنانيه ملزمه بالتمويل بغض النظر عن قرار اصدار مذكره توقيف بشخص متهم اخر
أو أي شخص آخر، هناك متورطين آخرين سوف تصدر بحقهم قرارات اتهامية أخرى، ولبنان ملزم بالتمويل بموجب القرار 1757، وإذا لم يلتزم لبنان بالتنفيذ أو دفع ما يتوجب عليه فإن الأمين العام لديه صلاحية لإيجاد مصادر تمويل، وهذا ما يرتب على لبنان أعباء قانونية قد لا تحمد عقباها، ولكن أعتقد كما قال معالي الوزير لبنان سيلتزم. هناك مخارج على كل حال، مخارج يعني أهم شيء أن الدولة تدفع بغض النظر عن المخارج الداخلية يعني. نعم أستاذ طارق شندب، رح نتابع معك هذا الحوار بعد التوقف الاستراحة أولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الأستاذ في القانون المحامي طارق شندب. أستاذ طارق، حكينا بالبداية عن موضوع الخطة الأمنية بالضاحية الجنوبية والحكي عن خطة أمنية بطرابلس، ولكن بالضاحية يبدو أن الأمور عملت فعالية على الأرض من خلال مؤخرا كشف سيارة مفخخة بمنطقة المعمورة، والكلام أن هناك سيارات أخرى، وبالتالي التنسيق قائم بين القوى الأمنية وحزب الله لمتابعة وملاحقة كل من يحاول يعني التفجير بالضاحية الجنوبية مجددا. شو بتقول؟ يعني أنا بتمنى أن يكون التنسيق لتوقيف أي مجرم حتى بما فيهم المتورطين باغتيال الشهيد رفيق الحريري، خاصة أنه هلأ أذكرنا من شوي أنه في متهم خامس وحيكون في متهمين آخرين، فالتنسيق بين القوى الأمنية وبين حزب الله لتوقيف كل المجرمين وبما فيهم المجرمين من حزب الله متورطين في بالاخر خلال. الاهم هن الاهالي يعني صحيح. سواء بالضاحيه او بطرابلس او بالبقاع او بيروت لو او كان لو كان القوى الامنيه والاجهزه القضائيه ضربت بيد من حديد على كل من سولت نفسه له نفسه بارتكاب اي جرم بدءا من اغتيال الشهيد رفيق الحريري، انا بذكر دائما حتبلش بسبع ايار لهلا كنا ما وصلنا لموضوع اللي احنا فيه هلا. موضوع الضاحيه الجنوبيه يعني هو مثل موضوع طرابلس، دماء الناس خط احمر يجب ان تكون طبع. يعني هذا الشيء متفق عليه، ابناء الضاحيه وابناء طرابلس هم ابناء الوطن، يجب ان الكل يكون عنده نفس الشعور المتبادل، ولكن التدخل حزب الله عبر ميليشياته في سوريا بالحق. وقتل الناس وإرهاب الناس وذبح الناس هو ورط لبنان إن كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الأمني، بمعنى أن هناك سوف يكون ردة فعل قد تكون طبيعية من قبل هؤلاء الذين قتل أبنائهم في سوريا، ولكن أقول لك أن ردة الفعل يعني للشعب السوري ليست الآن، لأن الشعب السوري الآن يلتهي أو هو ملتهي في بمجابهة النظام الذي يسبحه في سوريا، ولا أعتقد أن ميليشيات أو أن الشعب السوري لديه الإمكانية اليوم ليقوم بتفجيرات في الضاحية أو غير الضاحية، ونحن ضد أي تفجير، ولكن ما تم من تفجيرات في الضاحية هو من عمل المخابرات السورية لإحداث فتنة كما جرى في طرابلس، لإحداث فتنة يعني يقولوا تفجيرات الضاحية تفجيرات طرابلس ردة فعل بين الناس، ولكن هذه الفتنة سقطت، انكشفت الحقيقة، سقط الكناع. يعني كلنا بدنا نتذكر اليوم نحن على مقربة من ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن الله يرحمه، انه شبكة السماحة مملوك اللي كانت هي من اهم الشبكات التي كانت يعمل بها النظام السوري على تفجير الوضع، والله يرحم اللواء وسام اللي كشف عبر شعبة المعلومات، الله يعطينا العافية الشباب، على أكبر شبكة إرهابية كانت سوف تضرب لبنان. هذه هي الشبكة أو نسخة منها مستنسخة من صنع النظام السوري، هي التي ضربت في طرابلس. في شبكات موجودة بعد والمحاولات مستمرة من قبل هذا النظام الذي لن يتوانى عن ضرب لبنان، وهي هناك معلومات وردت في بعض الصحف أن حزب الله يعلم أن هذه التفجيرات اللي تمت في الضاحية هي من صنيعة النظام السوري، علما قيل أنه هي مجموعة تكفيرية، وبالتالي لم يثبت أي شيء ولكن ما يثبته التحقيق الآن وما أثبتته الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان أن الشبكات المدعومة من النظام السوري هي من تقوم بالتفجير في لبنان، أولهما شبكة سماحة مملوك، وثانيهما شبكة أحداث طرابلس في تفجير مسجدي السلام. كل نحن ما بدنا نحكي حكي مجرد الكلام، التحقيقات نحن نبني على الوقائع الحقيقية وعلى قرار القضاء أثبت أن هذه الشبكات هي شبكات من صنيعة النظام السوري الذي يقتل شعبه ويريد أن ينقل الفتنة إلى لبنان. بالموضوع الأمني أيضا، تحت عنوان سرايا المقاومة كانت تتجه لتصعيد كبير في الطريق الجديدة، كتبت الرأي الكويتية، استمرت في بيروت التفاعلات
المكتومة للحادث الأمني الذي شهدته منطقة الطريق الجديد في العاصمة بيروت إثر إشكال وقع بين شبان المنطقة يعني بالولاء لتيار المستقبل. وأحد الناشطين في سرايا المقاومة ويدعى سعيد شملة ملقب بأبو علي، والمعلومات للرأي تقول إلى أن مسارعة الجيش للتدخل وتطويق الاشتباكات قطع الطريق على تصعيد كبير بعدما قام نحو 300 عنصر من سرايا المقاومة بقطع طريق كورنيش المزرعة لفك الحصار كما قيل عن أبو علي، وبالتالي كاد الأمر أن يتفاعل. أول شيء يعني سرايا المقاومة يعني هيدي عنوان كذبة كبيرة. بنحكي عن من صيدا لبيروت. يعني المقاومة بعرف على الحدود بتكون ضد إسرائيل مش ضد الشعب اللبناني. هيدي هي سرايا فتنة، هيدي ميليشيات تقوم بترويع الناس والاعتداء عليهم، يمكن أن نطلق عليهم شبيحة الذين يقومون على الاعتداء على أهل بيروت كما اعتدوا في 7 أيار بغطاء يسمى بالمقاومة وكذبة المقاومة التي انتهت نهائيا في لبنان بعدما شاركت في قتل الشعب اللبناني في 7 أيار، وهي تشارك الآن في قتل الشعب السوري. بالمناسبة يعني أحداث طريق جدا امبارح كشفت أن الشعب أو أهل بيروت بكل طوائفهم هم مؤيدين للشرعية اللبنانية الحقيقية أي لأجهزة الدولة، ولكن لا يقبلون أن يكون هناك من يقوم بالتشبيح عليهم بما يسمى سرايا المقاومة. لذلك كانت ردة فعل الناس العفوية تجاه أي شخص يحاول أن يمس بالسلم الأهلي أو بالأمن الداخلي في لبنان. من هنا قامت ردة الفعل في لأهالي طريق الجديدة بطلب من السلطات الأمنية توقيف هذا المعتدي أو هذا المجرم الذي لا يقبله أي شخص يريد أن أو يؤمن بدولة القانون. من يقدر تقول أنه تم الاعتداء عليه؟ يعني لا يعقل أن تم تصوير الأمر بطريقة أبدا، لا يعقل يعني أن يعتدى أو أن يقوم بالاعتداء كل أهالي المنطقة على شخص أو مجموعة وهم أقلية في هذه المنطقة. يعني العكس هو الصحيح، أهالي المنطقة لا يقبلون أن يكون بينهم من يقوم بالاعتداء على أمنهم ويستفزهم بحجة سلاح المقاومة وسرايا المقاومة التي هي باتت للأسف هي ميليشيا إرهابية تمارس الإرهاب على اللبنانيين. على كل حال تدخل الجيش وحسم الأمر مبدئيا يعني لازم القوى الأمنية تضرب بيد من حديد على أي شخص تسول له نفسه الاعتداء على أمن الناس والاحتماء بسرايا ما يسمى سرايا المقاومة. اللي كل عم يحمل سلاح ويعتدي على الناس إن كان بصيدا ولا إن كان بطرابلس ولا إن كان ببيروت بحجة أنه مقاومة. المشكلة إذن هي في سلاح الذي سقط شرعيا وسقط بين أعين الناس. هذا السلاح الذي كان يسمى سلاح المقاومة هو بات سلاح فتنة ويهدد أمن البلد. عم نحكي عن موضوع سوريا أيضا. حبيب حداد وبكاريكاتير بصحيفة الحياة تحت عنوان المجتمع الدولي فخور بإنجازاته في سبيل إتلاف السلاح الكيماوي في سوريا، رسم وحشا يلبس كمامة بين الكاريكاتير على الهواء ويعتمر قبعة الأمم المتحدة ويرفع شارة النصر. موضوع السلاح الكيماوي يعني وكأنه إنجاز وانتصار للنظام وأيضا للمجتمع الدولي، علما أن الرئيس الأسد يقول من يومين أنه مش موضوع الكيماوي من يحمي سوريا هو بالسياسة، وبالتالي مش هالقد شغلة مهمة إذا تم إتلاف السلاح الكيماوي. يعني أنا هم بتوقف عند نقطتين بالسلاح الكيماوي. النظام السوري، نظام بشار الأسد القاتل، قتل منذ بداية الثورة وحتى الآن أكثر من 200 ألف شهيد سوري باستعمال براميل البارود والطائرات والمدرعات والمتفجرات، وقتل بالكيماوي عدد قليل. يعني ما يقوم به النظام السوري من إبادة بحق شعبه وجرائم ضد الإنسانية ليس فقط بالكيماوي، وإنما بأشد أنواع المتفجرات وأعتى أنواع السلاح المحرم كذلك. القصة ليست قصة كيماوي أو غير كيماوي. يعني الكيماوي سلاح أمن إسرائيل يفرض عليها أن يقوم النظام السوري بتسليمها. هو بيع وشراء مقايضة أبداً. بقاء الرئيس الأسد ل2014 الرئيس الأسد الموافق على يقول الكيماوي للغرب أنني سوف أحتفظ وأحافظ على أمن إسرائيل مهما كلف الأمر، وسوف أقوم بحمايتها كاملة، وأنني جندي أطيع وأنفذ أوامر الإسرائيلية في الشرق الأوسط. فطلبوا منه يعني حصة السلاح الكيماوي بعدما استعمله، وهذا أكبر دليل أنه أنا
قدموا لكم الطاعه ففضلوا هذا السلاح الكيماوي. هن شو قدموا له؟ هن قدموا له انه الحياد يعني والفرجه على موت الشعب السوري وعدم التدخل ويبقى في السلطه الى اجل. هن مبسوطين بموضوع انه الشعب السوري يذبح نفسه، النظام السوري حامي امن اسرائيل، هن ما بدهم اكثر من انه حمايه امن اسرائيل. والسوري يقاتل الارهابيين. غير صحيح يعني. هيدي الفزلكه يعني نحن بنعرف وليد المعلم بالامم المتحده. لا وليد المعلم هو اللي صنع الارهاب بنهر البارد. نحن نذكر فتح الاسلام مين صنعها بقصه تحت الغطاء الديني. النظام الاسد والنظام السوري هو نظام ذكي عمره 45 سنه من الاستخبارات، يدرك كيف يؤلف هذه العصابات ويوهم الراي العام الخارجي وامريكا والدول الغربيه. عم يقنع الراي العام يحاول ان يقنع انني احارب الارهاب، في حين ان قتل 200 الف شخص سوري ليست بجريمه ارهابيه. نعم. قتل الاف الاطفال وتشريدهم، حتى انه الناس في سوريا ليس لديهم طعام ليأكلونه وباتوا يأكلون الحيوانات، أليس إرهابا؟ النظام السوري بتسليمه للسلاح الكيماوي يقدم ورقة اعتماد لإسرائيل ليقول لها أنني أنا الوحيد الذي أحمي إسرائيل وأحمي حدودك وأنا محور الممانعة الذي سوف يمنع أي شخص من الاعتداء على إسرائيل. بتمنى أنه حزب الله يدرك أن هذا النظام سوف يبيعه في النهاية كما باع من قبله. هون محور الممانعة منع من يعتدي على إسرائيل. محور الممانعة هو من الأول هيك كان، ولكن الآن ظهر أن هذا المحور سوف يمنع أو يحمي أي اعتداء سوف يقوم على إسرائيل، وهذه هي الحقيقة. نعم. في كلام أيضا أنه بعد هذه المرحلة الكلام عن جنيف 2 للبحث في إطار سياسي، الائتلاف الوطني يرفض، هناك خلافات داخل المعارضة السورية. إبراهيم حميدي كتب في الحياة أنه قوات النظام حققت تقدما جديدا على الأرض في جنوب دمشق بالسيطرة على بلدة البويضة قرب السيدة زينب، في استمرار لعملياتها في هذه المنطقة والتي تشارك فيها أيضا وحدات من حزب الله وأيضا لواء أبو الفضل العباس ذي الغالبية العراقية، و شددت أيضا حصار على معظمية الشام في الوطة الشرقية. الكلام اليوم الإنجازات على الأرض للنظام السوري بتحسن له من شروطه وموقعه بالتفاوض في حال تم عقد مؤتمر جنيف 2، وربما الضغط على المعارضة في حال جاء القرار للمشاركة في هذا المؤتمر. يعني نحن نعرف أن النظام السوري لم ولن يتوانى عن ارتكاب أبشع المجازر بحق شعبه. يعني نحن امبارح من 3 أيام كان في مجزرة ذيابية، كان في غياب تام لوسائل الإعلام الدولية عن تغطيتها. التدخل في المقابل، التدخل العراقي الإيراني عبر حزب الله واللواء وفضل العباس والألوية الشيعية العراقية في ذبح الشعب السوري، كل ذلك يبين أن هذا النظام يهدف إلى إطالة أمد المرحلة. ونحن نعرف أنه الحرب كر وفر. ما يقال عن تقدم النظام السوري قد يكون في بعض المناطق صحيحا نتيجة للسلاح الذي يتمتع به والإمكانية التي تتجاوز قدرة المقاومة أو الجيش السوري الحر والفصائل التي تقاتل النظام، ولكن في النهاية هناك شعب سقط منه حوالي 200 ألف شهيد، هناك ملايين المهجرين. هذا الشعب لن يتوانى عن المحاولة حتى الرمق الأخير لإسقاط هذا النظام القاتل مهما بلغت تدخلات حزب الله وإيران والعراق في مواجهة هذا الشعب، لأن هذا الشعب هو شعب عربي أصيل لن يرضى بالذل والهوان. وبشار الأسد بات يدرك، هو يدرك تماما أن وجوده في سوريا هو مجرد وقت، وهو الآن كصنم ورقي يقوم فقط بالتصريحات، في حين أن من يدير العمليات معروف هي إيران والأحزاب الشيعية العراقية، للأسف الميليشيات الشيعية العراقية بدعم ومشاركة من حزب الله الذي ذبح السوريين واللبنانيين في القصير وارتكب بحقهم أبشع المجازر. وهذا سوف يجر لبنان إلى المحاكم الدولية. غدا عندما يسقط النظام سوف تكون هناك محكمة خاصة لسوريا أو قد تكون المحكمة الجنائية الدولية، سوف يكون هناك متهمون لبنانيون، قد يتهم مسؤولين لبنانيين عن سكوتهم عن تدخل حزب الله أو
عندما يستلم الشعب السوري الحكم في سوريا سوف تكون هناك محاكمات سورية وسوف يتهم فيها المجرمون من حزب الله وغير حزب الله الذين شاركوا في قتل الشعب السوري. عم تحكي عن الشعب السوري الذي يقتل، ولكن دائما بالصفقات والتسويات تتم على حساب الشعب، وبالتالي سواء بين روسيا وإيران والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. أنا هون بدي أذكر لحضرتك قد يتم هناك تسوية، ما صحيح التسوية بدأت ولكن الشعب السوري مدرك، يعني نحن اليوم كلنا عم نشوف أنه الفصائل المعارضة في سوريا والمقاتلة ضد النظام أعلنت قسم كبير منها عدم رغبتها في المشاركة في جنيف 2، وأن هي اتخذت قرارا بعدم هذه المشاركة لأنها تدرك أن الدول الداعية لهذا المؤتمر هي تقوم بلعبة سياسية هدفها تحقيق مصالح حماية لأمن إسرائيل. هون بدي أذكر شغلة على قصة المحاكم الجنائية الدولية، أنه نحن نعرف أنه الرئيس الغزليفي هو كان عنده رابع أقوى جيش في العالم، وكان يتمتع بحماية روسيا والصين في مجلس الأمن، ورغم ذلك تم الإتيان به إلى محكمة الجنايات بعد سنوات في غزليفيا بعد سنوات أكثر من 13 سنة وتوفي داخل المحكمة، ولكن العدالة قد تطول. نحكي عن الختام، بالختام في حساب، في حساب طال الزمان أم قصر. نعم، بالموضوع الدولي هناك مفاوضات إيرانية أمريكية، الكلام إيجابي سواء من الطرفين حول هذا الملف، الكلام ربما بجولة بنوفمبر عن موضوع العقوبات، هناك حذر إسرائيلي من هذا الأمر، وروسيا تدعو لانتظار النتائج وما كثير يعني المغالاة في هذا الأمر، ولكن المفاوضات إيجابية وجدية. هذا التقارب اليوم قد يكون له تأثيرات على سوريا وأيضا على لبنان. يعني نحن بمنطقة الشرق الأوسط هي منطقة صغيرة نسبيا بالنسبة لدول العالم، الكل يدرك أنه يربط بين الملف السوري والملف النووي الإيراني، ولكن هنا أود أن أقول مخطئ من يعتقد أنه ثمة خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وبين إيران، الكل يسير في هدف واحد في مصلحة واحدة، تختلف أو تتقاطع الأهداف والمصالح، ولكن إيران تقوم بواجبها الكامل والتام خدمة لمصالح إسرائيل عبر الولايات المتحدة الأمريكية. الظاهر هو الخلاف ولكن الباطن هو الاتفاق. فمخطئ من يعتقد أن هناك خلاف بين إيران وإسرائيل. رح نتابع معك أستاذ طارق هذا الحوار بعد التوقف للاستراحة ثانية. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الأستاذ طارق شندب. أستاذ طارق، لنرجع شوي لشؤوننا الداخلية، مثل ما حكينا موضوع حكومي يبدو أنه مؤجل، الاتصالات ماشي، ولكن الكلام اليوم أنه يجب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بموضوع النفطي تحديدا، ولكن دون الكثير من المحاذير وإذا بدنا نقول أنه مش حتركب هذه الجلسة لأنه في وراءه الكثير من الصفقات. إذا صحيح يقال، نحن أول شيء نحن بحكومة تصريف أعمال، حكومة تصريف الأعمال دستوريا لا يحق لها أن تتخذ قرارات تتعلق بأعمال سيادية، هي فقط تصرف الأعمال الضرورية. يعني ما يطرح الآن من أنه ضرورة دعوة الحكومة جواب عليه دولة رئيس الحكومة أعتقد، وهو لن يقدم على هذا العمل إذا كان يؤمن بالدستور حقيقة، لأنه الهدف من هذه الدعوة هو محاولة حزب الله وعثمان أدار تمرير مشروع إنشاء الهيئات الناظمة للنفط وتفعيلها، وطرح موضوع النفط على التلزيم في صورة مخالفة للقوانين خاصة فيما يتعلق بموضوع التلزيمات. فهناك يعني صفقات يدور الحديث عنها لمصالح شخصية خاصة بين وزير مع وزير النفط، وهذا الأمر هو موضوع غير دستوري. ولكن بصحيفة الحياة المعاون السياسي للرئيس بري وزير الصحة أستاذ علي حسن خليل أنه موقف حركة أمل بملف النفط من أهم القضايا الوطنية التي تحتاج لعقد جلسة حكومية. يعني عم بتقول أنه في قضايا استثنائية وطنية. كانوا بالحكومة من سنتين لهلا وكانوا ليش ما طرحوا الموضوع وشكلوا البدنية ويعملوا، لأنه إسرائيل بدأت باستخراج النفط ونحن بعدنا عم نتفرج. بدأت من زمن طويل ونحن كنا نتفرج لأنه التعطيل، لغة التعطيل التي استعملتها قوى الثامن من دار في البلد منذ تشكيل حكومة الرئيس السنيورة حتى الآن هي تعرقل كل المشاريع. اليوم هن مستعجلين
لتمرير الصفقات، كما كانوا مستعجلين على اسقاط حكومه الرئيس سعد الحريري بحجه ملف شهود الزور، واحنا اجوا على الحكومه قعدوا سنتين ولم يطرحوا ملف شهود الزور. هذه يعني زوبعات يهدفون من وراءها الى ما يهدفون من مصالح شخصيه وخاصه. لكن ايضا هناك خلاف بين التيار الوطني الحر وحركه الامل حول هذا الموضوع. على الاسمه، على الاسمه، يعني هن مختلفين مش على مش على الانتاج للبنانيين، على الانتاج هن مختلفين مين بده يستفيد اكثر. يعني كنا امبارح شفنا كمان وزير الاتصالات بمخالفاته اللي عم بيرتكبها بعدم تسليم الداتا ان كان للمحكمه الخاصه بلبنان، علما انه المكتب نفى انه لا سلمناه. لا، المحكمه الخاصه بلبنان هي اللي اعلنت كان ذلك عبر تقاريرها السنويه انه في تباطؤ بتسليم الداتا. كمان وزير النفط اليوم عم تسرع وعم بيقول انه انا بدي اعمل وبدي شيله وما عم بيخلوني. ما كان لك بالحكومه سنتين يا اخي، ليش ما اشتغلت يعني؟ يعني بدك حكومه جديده ما حيكون فيها ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ في القانون المحامي طارق شندب على اليوم وجودك معنا بكلام بيروت، وشكر لكل المشاهدين يلي تابعونا للقاء. شكرا.